احنا قعدنا حوالي يمكن ما يقرب من ساعتين ونص. والحقيقه يعني هو جه البرلمان وحب يقعد مع لجنه الشؤون الافريقيه بناء على رغبته، يعني طلب هو اللي طلب، هو اللي طلب ان هو اللي طلب يجي يقعد في لجنه الشؤون الافريقيه. فالحقيقه استقبلناه استقبال حار جدا، وكان رئيس لجنه الشؤون الافريقيه الدكتور سيد فليفل استقبله، وقعدنا مع بعض قعده يعني قعده كانت ظريفه جدا ومحبيه جدا. يعني الراجل كان على راحته قوي، هو كان مشدود في الاول شويه بس بقى على راحته يعني. وابتدى ان هو بيعزينا طبعا بالشهداء سينا، وان هو يعني هو بينقل التعازي برضو دولته. وبعدين قال انا تحت امركم في اي اسئله يعني. انت ممكن اسالك سؤال معلش كده يعني خلال بينج بونج على لغايه ما نخلص القصه، هو ايه اللي يخليه يفكر ان هو يجي للبرلمان المصري؟ هو طبعا السبب الرئيسي ان هو جه ان رئيس الوضع الاثيوبي هيجي في اول شهر القادم، يعني في اول اسبوع كده، يعني بنتكلم على 10 ايام ماكسيمم. فطبعا هو جاي علشان يعني يقول ان رئيس الوضع جاي، وان رئيس الوضع رغبته ان هو يلقي خطاب في مجلس النواب امام النواب. طب دي برضو رساله مهمه جدا. يعني هو انا بقول لحضرتك هو جاي يعني بيقدم حسن النوايا، وانا اعتبرها حسن النوايا، رغم ان احنا المفاوضات دي بقى لها 6 سنوات وجانب الاثيوبي يعني بيراوغ ويناور، ولكن احنا يعني كمبدا احنا ماشيين طبقا للمعاهدات اللي تمت والثقه المتبادله ما بين الرئيسين والدوله يعني. فالمهم قال انا تحت امركم لاي اسئله، وبدينا بقى نقول له الاسئله. ولكن يعني هم كان في يعني برضه عشان ما نطولش قوي كان في شويه رسائل حبينا نوصلها. ويمكن انا برضه لما فتحت مع الحديث قلت له يعني نرجو ان الرسائل دي ان سياده الرئيس الوزير لما يجي مصر يبقى عنده فكره عن الاسئله بتاعت الرأي العام المصري، المواطن المصري العادي ده اللي هو حاسس بيها. هو الحقيقه يعني عشان برضو هو جاي وعارف كويس قوي احنا هنسأله في ايه، وعارف كويس قوي لامم كويس جدا يعني الرأي العام المصري بالنسبه لمشكله الميه عايز حاسس بايه. فده يعني ريحنا، هو نفسه حتى قال هذا الكلام.